لنا ايه اللي حصل من امبارح لحد دلوقتي. هو اللي حصل من امبارح سيادتك ان كان في ناس بتطلع في الكوبري بتنزل ومعاها ضرب نار وبيفضلوا يضربوا نار على هم بتوع الزرايب، والتانيين طبعا كانوا بيضربوا بس عدد الليله كان اكتر، فضلوا يضربوا نار من الساعه 10. هي الخناقه بين مين ومين؟ عرب اسار والزرايب. عرب ايه؟ عرب اسار والزرايب. والزرايب طب بسبب ايه بقى؟ اختلافيات كده ما اعرفش الصراحه، انا هو ده اللي انا شفته، فتحت الشباك وقعدت اتفرج ان هو ده اللي حصل، كان في ضرب نار بين الطرفين. يعني كان ليها سبب؟ يعني السبب تقريبا من زمان، اختلافات من زمان والله اعلم. كان إيه؟ طب احكي لنا اللي شفته ايه؟ ضرب نار، كانوا بيضربوا ضرب نار، اتعمل خناقه من الساعه 12، من الساعه 10 لحد الساعه 12 ضرب نار بس. ضرب نار في الهواء ولا كان في حد عارف؟ في ناس اتصابت، سمعت ان في ناس اتصابت. طب وايه الاوضاع دلوقتي؟ الاوضاع ان هو يعني لسه شادين مع بعض، بيشدوا شويه ويرفعوا شويه مع بعض كده، فلسه الموضوع يعني مستمر معاهم. ياسر محمد. ياسر انت حضرت امبارح خناقه؟ حضرتها بس بتوع قاعد الناحيه الثانيه، راحت اول دخلت الادريه. احكي لنا عن اللي حصل. مفيش، كانت خناقه بين الاثنين في مشاجره عاديه، وبعد كده اتطور بين العيلتين بسلاح. هما العيلتين هما قرايب؟ لا، هي عيله من فوق من العرباسور، والعيله الثانيه من الزرايب من تحت. طب شفت ايه؟ مفيش، هي بقت خناقه، هوب طورت لي السلاح الابيض، وبعد كده بقت ضرب النار. شفت ضرب النار من الساعه 7 مثلا لغايه حوالي الساعه. تعرف السبب بتاع الخناقه كان ايه؟ ما اعرفش، انا سمعت ان هي سجاره بتاع، كانت سجاره حشيش وبتاع، فطورت بين الاثنين. لا والله انا سمعت سجاره حشيش بس، انا ده اللي انا سمعته. اقولك كده، واحد بيقول له هات سجاره، بيديها له، راحت وقعت على الارض منه. وبعدين التاني مبرشم قال له انت ازاي تعمل كده، مش تعمل كده، صايع يعني. فراح قايم راح معور الواد بالكازلك في ايده، قطع له حته هنا، والشرايين برده مقطوعه. ايه؟ واخد بالك، وطلعوا علينا فوق بضرب النار في عربيه صار، ناس من هنا من تحت قعدوا يضربوا. من تحت منين بقى؟ من السرايب. ضربوا علينا نار، طلعوا على حريمنا فوق. وكده ما ينفعش. طب ولحد دلوقتي ايه اللي بيحصل بقى؟ ما نعرفش، الحكومه ايه والجيش واقفين فين؟ لسه في مشادات ولا لا؟ لا مفيش حاجه كده. حسن محمد علي من الاسترعش. احكي لنا ايه اللي حصل من امبارح لحد النهارده يا حسن؟ امبارح الناحيه دي حته اسمها الخرطه، وحته اسمها الرصاص. الشارع ده اسمه شارع الزرايب في بدايه استرعش. كان في خلافات مع بعضيهم، فجاه جم بتوع الخرطه وعرض الصار هجموا، وقفوا على كوبري من الهوت بضرب نار وطوب بقى. على مين بقى؟ ضرب نار على مين؟ على بتوع استرع عيش. اللي هو الشارع اللي هو بدايته اسمه شارع الزرايب. ضرب بقى طبعا، وفي ناس طبعا اتصابت وكده يعني. طيب احكي لنا ايه اللي حصل دلوقتي بقى؟ دلوقتي زي ما انت شايف الجيش متواجد النهارده في سير عيشه، كانوا بيقولوا ان البلطجيه امبارح كانوا الشرطه معاهم، فهم الناس بتوع سير عيشه قالوا ان الشرطه والبلطجيه ايد واحده، هم مع بعض عشان خاطر امبارح هم ما حموهمش بس، فهو ده اللي حصل. الناس واخده. طب الخناقه دي بدات من امبارح بسبب ايه؟ ايه اللي خلاها اتجددت؟ او في طب ايه اللي خلاها تجددت؟ لان طبعا في ناس من عندهم اتعوروا لما ابتدت الخناقه، كان على مشاكل ناس من هناك اتعورت، فهم جم على غفله يعني فجاه. هنا طبعا في اثار لطلق النار على احد المحلات. والمنطقه هنا حصل في تاني في حاجه تانيه؟ تعالى في اثار تكسير، في هنا اثار تكسير حصل. هنا تكسير لاحد المحلات. في بره برضو على الشارع عربيه محروقه، سياره تم حرقها، وفي اثار برضو ضرب نار ثانيه. طب المنطقه من هنا، السلام عليكم. السلام عليكم. احكي لنا على حصل امبارح. حضرتك تحس ان هم كانوا بيضربوا في عالم كفار الجيش والمباحث. طب احكي منهم عمر زيدان رئيس المباحث، ده هو اللي كان بيقتل فينا امبارح عين عينك. بسبب ايه؟ بسبب مشكله بين بياعين. مشكلة بقى اللي في شاولة كده على الطلق اللي بتقول عليه؟ طلقة لسه جوه الغابة. في تاني وهو محروم، والدنيا محرومة. طيب كمل لنا الحكاية بقى، بدأت المشاجرة ازاي امبارح؟ الاثنين بياعين، احنا زي ما حضرتك احنا ناس صغيرة كلنا. دي اسمها المنطقة دي اسمها ايه؟ دي سيد عيشة الزرايب. دي الزرايب. الخناقة كانت ما بين الزرايب ومين تاني؟ وعرب يسار. وعرب يسار.
هم هناك في عربي صار بيقولوا ان كنت تعديت عليهم، ردك ايه؟ لا ما تعديناش عليهم. لا ما تعديناش عليهم. حضرتك احنا ناس احنا بننظم الميدان. تعالى يا حاج احكي يا حاج. انا حضرتك الحكومه كانت معاه. الحكومه كانت معاه. احكي يا حاج على اللي حصل. ما انا بقول لك الحكومه كانت معاه. يعني انتوا جايين من الغرايب هنا؟ جايين من المعارف هنا؟ من عرب يسار هنا؟ والمباحث والفضيحه اهوت من دمشق. طب يا حاج يا باشا. انا المباحث الحكومه أنا كلها مين؟ بتاعت اسم الخليفه. اسم الخليفه بس القصاص قال بتاع حرمه بتاع حكومه. احكي لي يا ماما، احكي لي يا ماما خلينا كان سببها ايه من الاول؟ مفيش، بقول لك عشان سجارتين مع البياعين. سجارتين بس ماشي. مين اكمل الحكايه معانا؟ اتفضل حضرتك. دلوقتي هم بياعين واتخانقوا مع بعض، احنا مالناش دعوه. شفتها احنا مالناش دعوه. احنا اي مشكله في الميدان يعني ايه؟ احنا مش عايزين مشاكل، بنركب الناس يعني الميدان الميدان بتاعنا. وانت ساكن هنا وفي حالك؟ انا احنا في حالنا، احنا بس بننزل يعني بنيجي الشغل على الساعه 6 تنظيف الميدان، بنطلع بننزل الشارع. شباب يعني زي اي حد. مفيش اي حاجه. هم قالوا ان انت عايزين تاخدوا مننا فرده وعملوا اهم القمد يعني. انما هي المشكله سببها كلها سجارتين. سجارتين مش اكتر. طب في كم واحد ماتوا؟ في 3 ماتوا. منين؟ والباقي من 30 متصاب ولا 25 متصاب. طب المصابين دول منين؟ من هنا برضو، مش منين؟ شارع. منين منطقه؟ من هنا السيد هاشم الزرايب. طيب والمنطقه الثانيه اسمها عرب يسار. عرب يسار. طب حد مصاب منهم؟ لا في حد مات؟ عشان احنا الجيش والمباحث، الجيش والمباحث هم اللي كانوا بيضربوا علينا. الدبل واقف على الحاره هنا. الحكومه احنا ضربت بان انا عمر الزبيع. ايوه انا بلطجي ولا مش بلطجي؟ ده انا بتاع رخام. هو كده انا بتاع رخام يا بابا. ولا بياع ولا اي حد. انا على اي حد. ده راجل صناعي بتاع رخام. هو بيتكلم، هو بيتكلم، هو بيتكلم. ده بتاع رخام، ده حسب بتاع الرخام. الحمد لله تسعى على اي حته بتاع. يعني انت راجل صناعي ايه وشغال؟ طب احكي لنا اللي حصل يا حاج رضا. عمر زيدان دوت نازل ضرب فينا كلنا وضرب. مين عمر زيدان؟ ضابط مباحث. طب ضرب فيكم سبب ايه؟ لوحده عشان بلطجيت عربي صار مرشدين لي عشر نقنق. بلطجيت عربي صار مرشدين لي. اللي بيلف وبواخد مرشدين لي. مرشدين مرشدين يعني. عشر نقنق، فتح سليمان، واحد اسمه سيد. فتح اسماعيل. وفتح اسماعيل ده. ايوه. وسيد ضرر. سيد ضرر. في ناس مصابين تاني وحد مات ولا؟ اخويا فوق مرمي فوقها طلقه. طب تسمحوا لنا نتكلم معاه؟ نتكلم معاه وبعدين طلقه. دي طلقه. اللي فوق ده معاه بتاع اسم خليفه ولا ضربه بالنص ده؟ ما هو انا بقول عمر قال انا بس اصبر. طب مين انت اللي طالعه؟ دي طالعه الاثنين اخوات الاثنين متصابين. في كام واحد يا ماما مصاب؟ كتير قوي. هنوريهم لك. في اربعه بتاع خمسه مصابين. اللي ودنه طايره، اللي ودنه طايره، اللي ودنه من عمر زيدان. طب نطلع له سوا مع بعض؟ تعالى انت على الاول. استاذنك اطلع. اطلع له فوق بس ما حدش يطلع معايا. خش فوق، خش فوق. دي ايه؟ دي ايه؟ دي اللي بينهم برضو بتاعت الميري دي بقى. دي ايه؟ ميري برضو بتاعت عمر زيدان برضو الأملاء اللي معاه. طلقة نار؟ ده قالي برضو. مكتوب عليكم ايه اتفصل عربية. طيب. تعالى يا ريس. نطلع السلم مع بعض؟ اتفضلوا. اطلع يا حسن. حد يطلع قدامي. كاميرا اليوم السابع هنا داخل منازل أحد المصابين في حادثة السيدة عائشة. احنا طالعين دلوقتي على السلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا رزق. معلش احنا ناسيين بقى جايين لكم فات. لا ما يجراش حاجه. لا السلام عليكم يا حاج. وعليكم السلام ورحمه الله. نتعرف بيكي؟ انا اختي. اختي يحيى. يحيى ايه اللي حصل له؟ مضروب. مضروب. انا اقول لك، انا مضروب رصاصتين من رئيس المباحث عمر زيدان بتاع اسم الخليفه. سبب؟ بسبب مشاجرة ما بين عائلتين. المفروض ان هو حتى ما يتدخلش برصاص حي. ضرب رصاص حي موت فيها ثلاثة، غير مصابين 25، غير اخويا واخد رصاصتين في الفخذ من ورا، مفيش مستشفى راضية تقبله، ورصاصتين لغاية دلوقتي متواجدين. رحنا المنيرة، المنيرة بعتتنا وقالت ما ينفعش اطلعهم له هيعملوا شلل. رحنا قالوا بعتونا على مستشفى ناصر، معهد ناصر. رحنا عملنا اشعتين ب 100 جنيه على حسابنا، ومع ذلك برضو خرجونا. ما ينفعش يتعمل اي حاجه فيها. هو قاعد بالرصاصتين زي ما احنا، ما فيش اي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام بركاته. الف سلام عليك. تعرف عليك. خليك زمان انت، خليك زمان انت. يحيى حسن. احكي لنا يا حاج يحيى اللي حصل فيك. ابدا الظابط دوت وقت مع شويه ناس على بلطجيه من عرب يسار، احنا بنهدي الموضوع. في الاول خد اخويا الكبير وقال لك عايزين تخلصوا الموضوع وصالحوا الناس مع بعضيها. فالعيب بنتكلم مع الناس، الناس دي سايقتنا بالاسايز وبالطوب وضرب نار علينا. من بوكس لقينا البوكس جاي بيهرهم بالحكومه، ما هم بقى بيضربوا علينا النار.
النار دي من الحكومه مش من العيال. لا لا فعلا مش من العيال. الحكومه جايه للناس ديت والناس دي مش عارف الحكومه جايه تستوعب معاهم فلوس منهم. جايه واخده فلوس جايه ايه الله اعلم يعني كل البوكس جاي مضروب. هو ليه مرشدين؟ طب انت ايه اللي حصل في جسمك دلوقتي احكي لي. ممكن تشوفها ممكن تشوفها. اتفضل اتفضل وريني. تعالى قوم بس اقف ثواني ما تخافش. بالراحه 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 سنده سنده بالراحه. سند حاولوا تساعدوه يا اخوانا حاولوا تساعدوه بالراحه. بس ما بيقدرش يقف بس هو ثواني طلقه انا اطلق بس انت اللي لسه دم الحبل ولف لف اه ما الرصاص زي ما هو فيه والمستشفى ما فيش راضي اي مستشفى راضيه تقبله يقول لك لو شلناها ثواني ثواني بس ثواني ايدك بس ايدك كده سيبها ايدك اهو ايدك ايدك انت بس ادي مكان رصاصه مش بليه رصاص حي رصاص محدش خرج لحد دلوقتي لا 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 موجود معانا ثواني بقى كده كمان انا عامله اشعتين مش عارف قدام ناصر ادي في معهد ناصر اهم اهو عامله اهم معهد ناصر بقى ما رضيش يقبله ليه هو قبله بس ما رضاش يعمل العمليات عملنا اشعتين ب 100 جنيه ايه السبب ايه السبب ان هو ما رضاش يعمل عمليه لو عملت اصل هيحصل له شلل اصل موجودين في فخذ وهيحصل له شلل فما ينفعش يتعمل طب. والمنيره قالت نفس الكلام يعني ايه رصاصه هتفضل لسه موجوده مثلا طب هم بيبقى جنب القلب وبيعيش ايه المشكله لما يبقوا موجودين في فخذ ويعيش احنا نخش لك انت رحنا المديريه سعادتك قابلنا دكتور رطبه قال لك اطلع على وزاره الداخليه دخلنا ورحنا على وزاره الداخليه ربنا كرمنا برضك براجل احنا كده راجل كويس برضك لواء ولا لواء برضك قعد قدام مننا برضك بندي له اقوال استقبل شكوته وقال لك قال لك استقبل شكوته وقلنا له برضك ده 21 مصاب 21 مصاب 3 ميتين ومن الظابط دوت فلان الفلاني قال لك مش سيدي عيشة قلنا له اه قال لك من الناس اللي من العربيسار يعني برضك عندهم خبر قال لك الناس اتكون من قيمه الساعه ونص اللي هي هتفضي المشكله يعني انت عملت شكوى في الظابط في مين؟ في عمر زيدان وابتلى وامين اسمه علي علي عبد الخالق وامين اسمه فتحي ناصر عملت الشكوى دي فين؟ ناصر عملت الشكوى ديت وزاره الداخليه طب في اللي استقبلها منك قال لك ايه؟ اللي كان يستقبلها لواء بس مش ناسي اسم سعادتك لما فين ما انت فين ما مش عارف طيب قال لك ايه قال لك اللواء اللي استقبل منك الشكوى كان مدينا الورقتين وفي واحد صاحبنا هو كان بيكتب اللي هو بيقوله له واللي احنا كنا بنقوله وبعدين قال لك تسال على الشكوى ازاي قال له هتوصل هتوصل النيابه والنيابه هتتعامل لكم يعني هتبقى خد ارقام تليفوناته قال له الشكوى كانت باسم مين الشكوى باسمي وباسم اخويا باسم يحيى حسن ورضا حسن ورضا حسن ورضا حسن ووليد نصر بابا كان جاي من الشغل معايا شنطتي بعيد حوالي بتاع الساعه شغال ايه شغال بتاع مخيم شغال بتاع مخيم نازل حضرتك العده والصاروخ هي المنطقه كده هنا فيها طرخان كتير قوي كلهم طرخان اساسا كلهم طرخان وسيراميك وكده ونازل حضرتك من الشغل اتاخرت شويه في الشغل ونازل فلقيت خناقه وبتاع ضرب نار وبتاع وانا نازل كده جيت له وانا نازل الشارع من الزلقانة اللي هي فوق خالص دي من عند الاول من ساعه كان الخناقه نازل راحت طالعه جايه لي كده مين اللي ضرب معرفش حضرتك جيت ازاي معرفش يعني انت معرفش الطلقه جات لك ازاي طيب رحت بس هي حضرتك ايه الاصابه اللي فيك قولها حضرتك ودني دي بايظه خالص طيب طيب رحت المستشفيات او بتاع رحت 10 مستشفيات يا ابني تعالى يا حاج حاضر يا رحت 10 مستشفيات والله منهم مستشفى العسكري بقدم وفي رجليه اللي في اسمها ايوه يا عم احكي لي رحت مستشفى العسكري ورحت كل المستشفيات بتاعت مصر امبارح بالليل لما بعد الساعه 8 من 8 بالليل ل 8 الصبح وبعدين ما فيش اي حد رضا يقبلني ولا يعمل لابني العمليه خالص ولغايه دلوقتي ما عملهاش ابص رجلك وايدك والنبي بتعملوا لي عمليه ابني ديت ابص رجلك وايدك ده اللي في ايدك بقى ايه ده اللي طالع حي اللي الضابط اللي اسمه عمر زيدان ضربه طالع حي بقاله 6 ساعات كان بيضرب بالآل الخزنة تفضى ويعمر خزنة تانية ويروح شغال بيضرب عشوائي بقى اللي معدي مش عارف الطالب بقى يجي منين والناس واقفة على المحطة في قلب الميدان العام الناس واقفة بتركب بقى يجي لها طالع عشوائي وما تعرفش الطالب ده بقى يجي منين ويتخرم في البيوت وبقيت عمال اقول لهم بايديا حاسبوا يا جماعه في ناس هنا وفي سكان وعمال يضرب عشوائي الطلق وانا شاهد بالكلام ده واقول لك في النيابه قدامه عمر زيدان وانا قايل وانا واقف قاعد ضربين بالنار قولي لي خرطوش انت في اصابات في جسمك؟ طب وريها لي كده خلينا لا شويه يا اخوانا عشان النور بس يا جدعان كده يا جدعان عشان الصوره شوية عشان نور يا فندم جات لك ازاي كل دي وانا واقف كده لوحدك لوحدك
انت اسلام ما كنتش بتخانق ولا ليك دعوه بحاجه. لا سلام عليكم. دخلوا علينا بالنار على ايه التعوير اللي في وشك دي يا حاج؟ ازازه منهم. ازازه من مين؟ ازازه من بتوع ايه؟ بتوع ايه؟ بيحدفوا ازايز وخراطيش. مين دول؟ بتوع الزرايب. الزرايب؟ اه. الخناقه سببها ايه؟ الخناقه سببها من غير سبب. هم جايين يهاجموا على الحته، يهاجموا على المنطقه ويهاجموا على الحته. ضربوا منطقتين، منطقه الزرايب ضربت منطقه الادريه ومنطقه الخرطه. ضربونا وهم عاوزين يفرضوا سيطرتهم على دايره الخليج. كل يومين ثلاثه يضربوا منطقه. عاوزين يفرضوا سيطرتهم. مش هينفع كده، مش عايزين اداوه من كل الناس. طب يا باشا صاحب المنطقه، السلام عليكم. السلام. يتعرف عليك؟ احكي لنا ايمن ايه اللي حصل. انت المشكله كانت معاك انت يا ايمن؟ طب احكي لنا ايمن المشكله كانت ايه؟ هو بيدور على فرد على الناس وجاي بيقول لها السيجاره فبحذفها له في وقتي. يقول لي لمؤاخذه وبتاع. قلت له لا مش هقول لك. يعني هو طلب منك سيجاره وبيقول لك وقعت منك وانت بتديها له، بيقول لك وقعت منه هو. بيقول لك قول له لمؤاخذه، قول لي لمؤاخذه. وبعدين مش هقول لك لمؤاخذه. جيت عليها المواطن وبتاع وضربت ضربك هنا. ضربك فين؟ في الميدان. رحت لي هنا راح مديني بالكازلك على ايدي. بتكازلك في ايدك؟ واخد غرز في ايدك؟ كم غرزه؟ 14 غرزه. عايز عمليه؟ واخد كم غرزه؟ كتير مش عارف، بس لسه عامل عمليه. اه طيب، ودلوقتي في ايه؟ الاحداث فيها ايه؟ في ايه تاني؟ في ايه تاني دلوقتي؟ انا شايف في ناس كتير ملمومه. انتوا خايفين احسن يهاجموا تاني؟ كل شويه يطلعوا، كل شويه يهاجموا تاني، كل شويه يطلعوا يضربوا بالنار.